من انا اللي علبته؟ اوري بس اثبت منه اخينا الدور عندنا. ازاي يعني يا ريت يا ام احمد بتحمل ولا ايه؟ طب خلاص طلاق بقى علي، ما هو راكب مع حد غيري. يا جدعان بقى خلصوا بقى، تاخروا اتعصب عليكم وعصبيتي مش كويسه. انت بتخرس خالص وما تفتحش بقك. فتحت بقي ليه ولا حاسس مصر زيته؟ اخرس ما تهرباش، هتحصل لنا بطوله تحت العجل على الطلاق. طب استمالها يا ريت ورطت يا ريت ودارت اهرت. انت بتفتح لك على ريت ورطت. مسكر على كل يوم يا ست مسكر. عامل لك ايه انت اللي صابت نفسك على الجردل؟ وبعدين ايه الريحه الوسخه دي؟ دي ميه طبيخ. طبيخ انت ايه؟ طب خرج لين جوزك النهارده ازاي يا معلم؟ تسيب صبايك ياخد العيش بتاعك ينفع كده؟ اه ينفع. الغنم جعان، تاكل الغنم العيش بتاعي يا تخلي عندك شويه رحمه دي ارواح. لا واروح تبعي يعني اهم ارواح في المنطقه. طب لو سمحت يا معلم خليه يجيب عيش بدل الراح. مش هيحصل. يعني ايه يا عم يا فتوانة؟ اخرس يا جليل الرجالي. انت بتضربني؟ اهري انا ضربت يا خالد. مين اللي ضربك يا؟ انا ضربت خلاص. مين اللي ضربته في الحاره وتهزقنا يا خالد؟ ما حدش ياخد لنا حقنا في الحته دي. مين دلوقتي يا فتوانة من المنطقه دي ضرب هاني في اختي؟ هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ وفيها ايه؟ الله وفيها ايه اصلا ما يمد ايده عليك؟ في اخوك الكبير وضربك، وبعدين احنا متعودين ان اخواتنا الكبار بيضربونا، والكبار هيفضلوا طول عمرهم كبار واحنا بنضرب. يبقى نضرب من غير غاغه بقى. ها هو اللي بنضرب بقى من سكاب بقى ومن غير غاغه. قلتلي عليا يا خالي. اخرس يا جاز لما قوم تطلع فوق تحت. انا بقولها لك، بقولها لك من غير خيسه، اسفين قوي يا معلم حصوه، واعلى ما في خيلك اركبه. حته وسخه وما تجيش غير بالدراع، وراجل جلابيه قاعد على الكرسي وعامل لي فيها معلم. انت حبيبي وحشتيني. ايه يا ابو لما خلاص بقى؟ ولا وانا طالع ولا وانا نازل، وقفان انت زي اللقمه في الحوض. تعالى جوه. بس انت عبيط قوي يا بنت. يا بنت اهدي اهدي بقى، اهدي شويه بقى، اهدي. اي جوه ليه؟ هنا المسرح هتنطر؟ تعالى اقول لك، تعالى جوه يا بنت. خش بس هقول لك. دي مجنونه. اه ده مش بس حب ده. هقول لك اهدي اهدي اهدي. الله الله الله، ايه ده ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ ده ابويا وامي. والله وده وانت كنت صغيره ولا ايه؟ يا بنت بقك مستفز، انت كلك مستفز. انا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته. يا بلدي هو يا واد انت ما فيش مثال. ايه دي دراسه طلوع الروح دي ولا ايه؟ يا بنت ابوك هيوديني في ده، لسه متخانق معاه تحت. ابويا ظالم لي يا تتا، وحرمني من حلم حياتي اني اكون رقاصه. وانت اللي هتنجزني يا تتا. ليه وانت هتنتحري؟ لا امال ايه؟ هتتجوزني وتشغلني رقاصه. رقاصه؟ اه هنكسب دهب يا تتا. ايه اللي هنكسب دهب؟ وهي دي فيها كلام ساعتك؟ طبعا هنكسب دهب. ده احنا مش بعيد نكسب الجمعيه التاسيسيه ونقبلها الاول كمان. غوري يلا يلا يا غوري. بس حلو كده سر. انت بس لو تبطلي بس تتفرجي على افلام الفنانه ناديه الجندي حياتك هتبقى مستقره. عايزه استقر معاكي يا بنت. بتعيط؟ غوري بقى يا بنت، غوري بقى يا بنت. انا بالصالون يا بنت اللذينه. تعالى يا بنت. ايه بقى؟ ايه بقى؟ مش عني تخطي. طب وحياه امي لو وريك يا تتا. اخ حصل ايه يا بنت؟ ضربني يما، ضربني بجد يا بنت. يبقى حبك يا منكوسه. يعني اطمن يما. اجري يا بنت، شوفي لنا محطه رقص كده نهيص شويه. انتوا
وحشني قوي يا مستر. والله عدتكم هنشبع منها. احنا مش بنشبع منك يا بوف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مستر. ان شاء الله. نار الزمرد هنا بيض على راسي. ازيك كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. وايه اللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا ابني بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو. كيفية الحش وفي الفنجان. غاوي حش وانت. ربنا يهدي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. أهياني. سلامتك يا قلبي. هادي هادي